لكم لموضوع تاني، وهو ان وزارة المالية النهاردة اعلنت استكمال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، لا يساهم في تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع، تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتطبيق منظومة النافذة الواحدة. خلوني أتكلم مع دكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية للجمارك. دكتور مجدي، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ ثروت. خليني اسال حضرتك ازاي هتتم هذه العمليه، وخاصه انه فعلا يمكن ناس كتير كانت بتشتكي من الروتين او البيروقراطيه في هذه المساله. هو الحقيقه يعني قانون الجمارك الجديد كانت اخر مناقشه ليه امبارح في البرلمان. القانون الحقيقه تضمن كل المقترحات وكل الممارسات الدوليه اللي بتتم في الدول خارج الدول المتقدمه. الحقيقه اهمهم اللي حضرتك اتفضلتي وقلت عليه، اللي هو انشاء رقم الكتروني بالكامل لعمليات الافراج الجمركي، بحيث انه نتحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي. ربط الكتروني وميكنه ما بين وما بين الجهات الاخرى، هو ده الامر المستهدف. حقيقه النظام ده بيقلل لي زمن الاجراءات وزمن الافراج الجمركي، وفي نفس الوقت بيحقق الرقابه الجمركيه، لان زي ما حضرتك عارفه الصعوبه في الاليه الجمركيه ازاي تعمل توازن ما بين تبسيط الاجراءات واحكام الرقابه والسيطره في نفس الوقت. فالنظام الالكتروني بيمكنه انه يحقق ده، بالاضافه بقى لانه في اليات اخرى. هيحقق ازاي الرقابه؟ تحقيق الرقابه بيبقى من خلال لو احنا ممكنين المنافس من خلال البرنامج بتاع الادفانسد كارجو انفورميشن، اللي هو نظام المعلومات المسبقه من ساعه ما تخرج البضاعه من ميناء التصدير بتاعها. يعني لو جايه من المانيا ولا جايه من الصين ولا جايه من اي دوله، اذا كنا ممكنين المنظومه دي وعندنا بيانات كامله وبنشتغل باداره المخاطر وبنطبق عليها منظومه المخاطر قبل ما توصل السفينه والمركب هنا، بيبقى عندي سيطره. العميل نفسه ما يبقاش قادر اللي هو بيتحايل، يعني ما يبقاش قادر يغير في المستندات، مش قادر يلعب في المستندات، لان انا تواصلت بالفعل مع المورد من خلال البرنامج بتاع الاي سي اي ومع الغرف التجاريه. نعم. وقدرت اسيطر على اعمل ماتشنج او اعمل مطابقه للمستندات اللي طلعت من بلد. ده هيبدا تنفيذه امتى يا فندم؟ ده الحقيقه احنا شغالين فيه. هو من الانظمه الصعبه شويه، لكن نظام خلاص شرعنا فيه البدء فيه. ان شاء الله يعني بنتوقع كده على اول السنه الجديده. نعم. يكون نظام الاي سي اي يكون مطبق. نعم. مع بقيه الاليات اللي احنا بنتكلم عليها. نعم. زي الافراج المسبق، زي تبادل المعلومات بالكامل مع الجهات الاخرى. نعم. استخدام المخاطر، تقسيط الضريبه. نعم. الجمركيه. نعم. على الالات والمعدات، الحاجات دي كلها. شكرا لحضرتك. نعم، شكرا لحضرتك دكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير الماليه للجمارك، شكرا لوجود حضرتك معنا.